بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا بوجود الدكتورة بن سعدي، واسمها يدخلنا في رحاب السعادة حورية، التي ناقش الدكتوراه في جامعة الجزائر، جامعة الجزائر 2 في قسم الفلسفة، ورسالتها كانت عن الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي. واليوم تأتينا بموضوع آخر، موضوع آخر له صلة بقراءة رسائل النور، قراءة وظيفية، وموضوع مداخلتها إذا صح هذا القول تجليات أسماء الله الحسنى، فلتتفضل مشكورة مأجورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. تحية عطرة طيبة لأساتذتي الكرام، أحييكم بتحية أهل الجنة حين يدخلونها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البحث الموسوم بتجليات أسماء الله الحسنى في الكون من خلال رسائل النور هو إن صح التعبير حلم راودني منذ أن سمعت أستاذ إحسان قاسم الصالحي شفاه الله وعافاه لأول مرة، وهو يقول: الموجودات تفتقر إلى معنى في ذاتها، فتحتاج إلى اسم من أسماء الله الحسنى، لا تعاملا نظريا بل استكشافيا. هنالك استوقفتني أفكار كثيرة، وتغيرت في فكري أفكار أخرى لم أكن أعيها. يعني وعدت الأستاذ إحسان قاسم أن تكون بعد دراستي في المذكرة للدكتوراه أن يكون بحثي هو مولود جديد أسعى لكتابته بهذا العنوان، وأرجو أن أوفق فيه من خلال مناقشتكم وتوجيهاتكم لي. لقد أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه أسماء تدل عليه، كما وضع في الكون إشارات تتجلى من خلالها أسماؤه الحسنى، فهي ليست مجرد أسماء تحفظ وتردد على ألسنتنا فقط، بل كل الموجودات هي مرايا عاكسة لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وقد اهتم الأستاذ النورسي بهذا الجانب أشد الاهتمام، وقدم رؤية جديدة يمكن من خلالها فقط الدعوة إلى التوحيد وتجديد الإيمان وتقويته. فإحصاء الأسماء الحسنى لا تحتاج إلى ذاكرة قوية لحفظها فقط أو إحصائها، بل تحتاج إلى مراحل عديدة، أولها إحصاء الأسماء في كتاب الله عز وجل، ثم فهم معانيها وإدراك والتفكر فيها، ثم بعد ذلك العمل بها والدعاء بها، ورابعا رؤية جمالها في الكون واكتشاف تجلياتها فيه، سواء في الكون الناطق أو الكون المنظور في الطبيعة. ومن هنا كانت الإشكالية التي طرحتها: هل إحصاء الأسماء الحسنى لدخول الجنة كما هو في الحديث الصحيح يقف عند الدراسة اللغوية والعلمية فقط، أم يتجاوزه إلى اكتشاف تجلياتها الكونية كدلائل للتوحيد والإيمان بها؟ فحاولت تقسيم هذه الدراسة إلى فصل أول كان عنوانه الحكمة من تجليات الأسماء الحسنى. فمصطلح التجلي عند الأستاذ النورسي قد نفهمه على أن هناك نسبة بين الاسم ومظهره في الوجود، وبالتالي تتكشف الحقائق المستترة لذوي العقول والألباب. وقد قدم الأستاذ النورسي أدلة كثيرة تدل على أن الكون مشهد تتجلى فيه هذه الأسماء، كدليل القرآن الكريم ودليل العقل الذي هو المدرك الحقيقي لهذه التجليات، ودليل الحواس أو الحس، لأنها النوافذ التي يطل بها العقل بحكمته على هذا الكون، وكذلك دليل القلب لأنه محل الإيمان. والفصل الثاني حاولت أن أغوص في بحر الأسماء الحسنى من خلال استقراء رسائل النور، وقد وجدتها تحتاج إلى غواص ماهر وسباح يجيد السباحة في هذا البحر،
ليستخرج لآلئه وأسماء الله الحسنى عديدة ومعانيها وتجلياتها الكونية مبهرة. وبدأت بتجلي اسم الله الأعظم، ويعني بدأت في استقراء رسائل النور من خلال هذه الأسماء، وكل اسم وجدت فيه بحرا لم أستطيع الخروج منه إلا بصعوبة. ثم الفصل الثاني، الفصل الثالث هو التجليات الإنسانية، مصداقا لقوله تعالى: فإذا سويته، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فلو تأمل الإنسان هذه الآية لما احتقر نفسه أبدا، لأنه يستشعر في نفسه أنه مستودع لأسماء الله الحسنى ولتجلياته الرهيبة. وفي معنى الحديث: كذلك ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كان كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطيته، ولئن استغفرني لغفرت له، ولئن استعاذني لأعيذنه. فتصبح الذات الإنسانية مستودعا لأسماء الله سبحانه وتعالى، ويصير الإنسان يسمع بسمع الله، ويمشي بخطى الله سبحانه وتعالى وببصره، وبالتالي يستشعر في نفسه هذه القدرة وهذه المعجزة الإلهية. والنوسي رحمه الله يرى أن الإنسان أعظم تجلي لتجلي الأسماء الحسنى، وهو كله دلالات على وشواهد على توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق الإيمان وتثبيته. فالذاكرة تدل على وجود اللوح المحفوظ، الخيال يدل على العالم الآخرة والجنة والنار إلى آخره، يعني بتلي كل جزء مهما صغر أو كبر هو شاهد يشهد على توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو تجلي من تجليات أسماء الله الحسنى. وأخيرا حاولت أن أتحدث عن أثر هذه التجليات في تجديد الإيمان وتوظيفها في حياتنا، حتى تقوي إيماننا، وتكون أسماء الله الحسنى ليست فقط مجرد أسماء نحفظها، بل تكون دعوة للتوحيد ودعوة للإيمان. فكلما اكتشف الإنسان عجزه توجه إلى اسم من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، فيتعلق قلبه به وتجدد فيه الإيمان. فالمريض يدعو باسمه الشافي، والمذنب يدعو باسمه الغفور، والجاهل يدعو باسمه العليم، والفاني يدعو باسمه الباقي، وهكذا. وفي الأخير أشكر الله وأحمده على أن من علي بهذا الفضل العظيم، وأشكركم مسبقا على مناقشة هذا البحث المتواضع الذي حلمت أن يكون أول مولود لي. ولسان حالي يقول: أسير خلف ركب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب الورى في الناس من فرجي، وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذلك من حرجي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر دكتورة حورية على هذه الورقة وعلى هذا التركيز والحضور. والكلمة للسادة أعضاء اللجنة بدءا من اليمين وهكذا الدواليك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا لما اطلع على البحث مفصلا وإنما استمعت إليه الآن فيما تفضلت بإيجاز لما ورد فيه، يعني هذا موضوع مهم جدا في الرسائل. تجلي الأسماء الحسنى في حياة الإنسان كما ورد في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. الرسائل النور، اللهم صل على سيدنا محمد، رسائل النور تتحدث عن الله عز وجل، وتتحدث عن تجليات أسمائه في حياة الإنسان. وإذا ما نظرنا فيما حولنا سواء في الكون أو في الإنسان، فإننا سنجد أثر هذه التجليات. الله عز وجل يقول: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن هذه الآيات تجليات أسماء الله الحسنى. فحيثما نظرنا في هذا الوجود، سواء في
السماء أو في الأرض أو في أي جانب من جوانب الحياة، فإننا سنجد هذه التجليات وهذه الأسماء. يعني إذا نظرنا إلى اسم الله الخالق، فحيثما نرى مخلوقا سواء في عالم الإنسان أو في عالم الحيوان أو في عالم النبات أو في عالم الكائنات الأخرى، فإننا سنرى تجلي اسم الله الخالق، ونرى اسم تجلي اسم الله الرازق في كل مرزوق من هذا في هذا الكون. فهذا الموضوع يعني تفضلت به الأخت حورية موضوع مهم جدا، ويقربنا إلى الله ويفتح ويحقق غاية من غايات رسائل النور الذي هو إيجاد الإيمان التحقيقي لدى الإنسان. ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا البحث وأن يجعلنا من المستفيدين. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية الموضوع في حد ذاته موضوع جيد ومهم، لكن من خلال ما سمعنا، طبعا لم نقرأ لأنه لم يوجد ضمن ما أرسل إلينا، لكن من خلال ما سمعنا لم أجد الخطة التي ستسير عليها الباحثة أو الدكتورة في دراسة هذه التجليات. يعني كيف ستقسمين التجليات؟ فقط أريد أن أسمع هذا أولا إذا عندها إجابة. التجليات قلت في فصل تكلمت عن التجليات الكونية، تجليات الأسماء الله الحسنى في الكون من خلال أسمائه، كما قال الأستاذ الخالق الرازق قدوس، كل اسم وله تجلي في الكون نراه، وهو نعم حكيم. يعني وتجليات الإنسانية نراها تتجلى في الإنسان خلال أصغر ذراته إلى أكبر أعضائه، يعني حسب الفصول. الفصل يعني خصص فصل لهذا التجليات وأنواعه، والفصل الأول الحكمة من تجليات أسماء الله الحسنى في الكون، والفصل الأخير أثر هذه التجليات في دعوة إلى الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى كدلائل وشواهد على التوحيد وإثبات الإيمان. يعني عندنا حكمة ثم تجلي على الكون ثم تجلي على النفس ثم أثر هذا التجلي، هذه هي. ثم البعد الوظيفي اللي هو البعد التبليغي المتعلق بالخلوص به إلى تربية الآخرين والنفس من خلال هذا الله. يا شافي هو هذا هو الثمرة الأساسية. نعتبره الخامس أم يدخل ضمن الأثر؟ هل هو مذكور عندها؟ يعني هل هي واضعة هذا التصور؟ هو بين قوسين فرق بين مقال، لأنه أي واحد يريد أن يكتب كتابا يبدأه مقال. مقال أولا يعرف صعوبات الإنجاز. أنا يعني تقريبا خلينا حتى الآخر خلينا. لا أقصد أنا إذا أردت الدكتورة أن تبحث هذا الأمر لابد أن تكون الصورة واضحة. هو أنا وجبية حصل دكتورة وكاتب عن الأستاذ نورسي، لأن تريد أن تكتب شيئا إضافيا هي مناقشة دكتورة كبحث ترقي أم كتاب أم بحث ترقي. هي الحمد لله ترقت، مجرد تفكير في الموضوع ترقي والتهيؤ للتلقي والترقي. آمين. الترقي والتلقي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا حقيقة يسعدني أن ألتقي مرة أخرى بأختنا العزيزة حورية، والتي كانت في السابق في الأكاديميات السابقة، هي طالبة تبحث عن الحقيقة في أطروحتها الدكتورة، وهي الآن زميلتنا إن شاء الله. طبعا وما طرحته من مقال الكلام طيب والكلام نابع من إيمانها ومن شغفها بقراءة رسائل النور، ولا أزيد على ذلك ولا أنقص. شكرا جزيلا سيد عبد الكريم. ولكن عفوا شيء أريد أن أضيفه ختم ما لفت ويريد أن يضيف أضيف عفوا
ما لفت انتباهي حقيقة والذي شدني إليه هو وقوفها على الحديث لأن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يعني فعلا يعني أجادت في هذه المسألة أن هذا الإحصاء يتعلق بالعدد، كما أنه في القرآن قد ورد في سياق العدد وأحصى كل شيء عددا، ولكن هل يشمل الأحصاء أن يكون بيان المضمون؟ هذا شيء جيد لو وقفت عليه يعني، و إن شاء الله يعني نقول يعني توغلت في نفس هذا الحديث يعني من خلال أقوال الجماعة. نعم، دلالة الإحصاء يعني شيء جيد إن شاء الله تستفيدونها. شكرا جزيلا. نعم مولانا عبد الكريم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كما فهمنا ربما هذا مشروع تأليف حر إن شاء الله، ليس كذلك؟ إن شاء الله. طيب إن شاء الله. وفي بدايته الأولى، في بداية الأولى هل كتب هذا الدرس؟ أنا يعني تصور أولي. مشروع أولي. هذا طيب، إذا هذا تصور جيد. فعلى كل حال بالنسبة للموضوع هذا لا تخفى أهميته وفائدته، بل هذا من أحسن ما في كلية رسائل النور. علماء الإسلام ألفوا في أسماء الله الحسنى كتبا كثيرة، واطلع عليها الأستاذ رحمة الله عليه وعرفها وخبرها جيدا، فاستجمع خلاصة ما فيها وجاء للتفصيل في هذه القضية التي اعتبرها هي أعلى مراتب الإحصاء. إذا شئنا فهذا كل ما ذكره العلماء هذا نوع من الإحصاء اللي هو معاني الاسم والدعاء به وغير ذلك، كلها تدخل في الإحصاء. لكن يعتبر أن الغاية المرجوة من الإحصاء هو هذا، أن يصل العبد إلى هذه المنزلة، إلى هذه المرتبة، هذه المعاني، معاني الجمال والجلال، أن يحس بها، أن يشاهد آثارها في كل لحظة من لحظات حياته، فيبقى على ذكر من ربه سبحانه وتعالى في كل لحظة من خلال أثر يدله على اسم باختصار شديد. وهذا من أحسن ما في رسائل النور، بل قصده وأطنب فيه وفصل رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك فالموضوع مهم جدا، يحتاج إلى وأنا قال لا شك لا أدري هل طلعت فيه بحث في العدد الأول من مجلة النور؟ نعم طلعت عليه. نعم إيوه جيد، خير إن شاء الله. حول في موضوع منهج الأستاذ النورسي في إحصاء أسماء الله الحسنى، هكذا منهج الأستاذ النورسي في إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. فلذلك أنا سأعرض عليك خطة ربما يبدو لي أنها مناسبة، خاصة وأن هذا تأليف حر، والتأليف الحر يتحلل من كثير من القيود والضوابط المعروفة في الأكاديمية. نعم هو يتحرر من الوصاية. نعم الوصاية المتعلقة بالإشراف. نعم لكن لا يحرر من الضوابط العلمية. نعم والقواعد المنهجية. نعم سيبين المقصود، بمعنى أن هذا الحرص في الغالب على تقسيم إلى الفصول والمباحث وكذا ليس بالضرورة، خاصة وأنه يتعلق بموضوع ربما أنا أرى بأن تصنيف أسماء الله الحسنى كذلك يضيق عنه هذه الشروط الأكاديمية، تضيق عنه، ضيقت منه. فلذلك أنا في تقديري، لأن ما هو الغرض فيه؟ جانب نظري لبيان المقصود بالإحصاء عند الأستاذ النورسي، هذا مهم جدا، وهذا تقريبا البحوث التي أنجزت في الموضوع عرفت به. هذا انتهينا إلى معنى أن المطلوب منك الآن هذا الذي ألف من البحوث في مؤتمرات أو في مجلات نور أو في المتعلقة ببيان مسلك الأستاذ، أي الجانب النظري. إذا تستجمعي هنا بين يديك هذه هي الأصول لابد من اعتمادها، تقرأينها، تستخلصين منها ما المقصود به بإحصاء أسماء الله الحسنى عند الأستاذ النورسي، وهذا المقصود بالتجليات. إذا فنشرح المسألة، هذا المسلك عند الأستاذ نشرحه نظريا، هذا شق أول. والشق الثاني وهو المهم عندي فيما يبدو لي وهو الذي ما يزال إلى الآن ما زال ما بحث فيه أحد، وهو أن لو تتفضلين تستخرجي لنا الأسماء، كل مثلا اسم ربنا عز وجل الباعث مثلا أو القدوس ذكره الأستاذ في أكثر من موضع في ثلاثة أو أربعة، تستجمعين هذه المواضع كلها تضعينها في صاعد واحد، تجمعينها
وهكذا تنتهي جميع، معنى يكون عندنا كل اسم هي مواضعه في كلية رسائل النور. بعد هذا تأتي إلى الاسم، اسم ربنا عز وجل القدوس، لابد أن نعطي تعريف عنه كما وضعه العلماء السابقون رحمة الله عليهم باختصار من خلال اشتقاقه وأصله اللغوي ومعناه الجلال والجمال الذي يدل عليه، ثم أتي إلى الأستاذ خلاصة. إذن ما معنى تجلي هذا الاسم في الكون من حولنا عند الأستاذ؟ هو كذا وكذا وكذا، أعطي الخلاصة وأختار نص من النصوص، لأن قد ستجد النصوص كثيرة جدا عند الأستاذ في مواضع مختلفة عن هذا الاسم، فتختارين نص يبدو لك هو أهم، والنصوص الأخرى تحيلن عليها في الهامش، فتقدم خدمة جليلة جدا للقارئ نستفيد منها. مثلا أنا ها هو قرأ اسم ربنا عز وجل القدوس، هو جمعته لنا، ها هو ذكرت معناه، ما هو هذا التجلي كما ذكره الأستاذ، اختصرته ثم أعطيتني نص، ثم جميع النصوص كلها التي ذكر فيها الأستاذ التجلي وضعت في الهامش، تقول وانظر مثلا كذلك في هذا كذا وكذا وكذا، إذن فتكون قدمت خدمة جليلة جدا إن شاء الله. هكذا أنا هكذا تصورت الموضوع، أضعوا بينك التصور وانظر فيه إن شاء الله. فلذلك لهذا إذا جئت إلى هذا التقسيم فهذا، لأن الغرض هنا هو هذه الأسماء، لأن منطورة عند الأستاذ في الرسائل مفرقة في مواضع مختلفة، سياقات مختلفة، هنا يفصل، هنا يختصر، هنا يجمل، هنا يبين. نعم. فأنا أحب لو تجمعين كل هذه تجمعها وتضعها بين يدي هكذا أمامي، فتعطيني الخلاصة، ها هي إن اكتفيت بها، إن أردت تفصيل تحيلينني على جهات أخرى. فوالله أعلم، أنا هكذا تصورت الموضوع، ولذلك يمكن يكون في بعد مقدمة تعريفية جميعة، ثم يمكن يكون تقديم أو تمهيد على كل حال، لأن البحث يقتضيه في بيان معنى ماذا يقصد الأستاذ بهذا، ثم تأتيني إلى الأسماء كما صنف العلماء المتقدمون، لا يهم هذا اسم ربنا، اسم الجلالة، الله الرحمن الرحيم، وهكذا كل لا إشكال، لأن البحث يفرض ذلك. فهكذا، فلذلك أنا لا أرى التقيد بهذا لهذا السبب، حتى يتم استقراء كل اسم في جميع المواضع، إحصاء الأسماء في الرسائل والاستقراء. نعم، لاستقراءها. والحمد لله وانت الآن على الطلاع، يحتاج إلى نفس الرسائل، تقرأ الرسائل كلها من أولها إلى آخرها. نعم. لأن هذا لا بد منه. أكيد. لا بد منه. فبهذا إن شاء الله قد يكون لهذا البحث يكون له فائدة إن شاء الله، ويستحق أن ينشر لتعم به الفائدة، يكون قيمة مضافة في شرح أسماء الله الحسنى. يا هذا الذي ذكر العلماء معتبر، لكن هذه زيادة الأستاذ رحمة الله عليه. أرجو لك التوفيق إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وآل صحبه وسلم. أنا أضم صوتي إلى صوت الدكتور عبد الكريم، لكن حينها ستنتقلين من مقالة إلى فكرة كتاب وليس مقال، لأن المقال لن يستوعب المقال. أنت محصورة بعدد محدد من الصفحات، وبالتالي المقال لن يستوعب دراسة أسماء الله وتجلياتها وأثرها، وبالتالي وسع الفكرة لأن يتحول إلى كتاب وليس مقال، ثم بعد ذلك يمكن أن تفرقي مقالات. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد. أقول بأن فسيلة الكتاب مقالة، فتبدأ أولا تكتب مقالة لتستبين أولا خطورة ما هي بصدد إنجازه وأهميته أيضا. فلو كتبت مقالة وحررتها تحريرا جيدا أمكن أن يكون هذا التدريب على إنجاز كتاب، لكن أول ما يتصل بهذا وكتابة مقالة. مقالة لأنها لم تستجمع بشكل كبير جدا ما هي بصدده، ولهذا أنا أحيلها أولا على ضرورة التوقف عند المقالات التي كتبت مباشرة في الموضوع، والمقالات الأخرى التي كتبت عن درس العقائد عند الأستاذ، وهي موجودة في مجلة النور من العدد الأول إلى العدد 23، يعني كلها تحدث عن هذه القضية، فضلا عن الدراسات التي كتبت في أقسام التصوف، قسم العلوم الإسلامية تخصص تصوف، أو أقسام التفسير، لأنه هناك من كتب أيضا تجلية أسماء الله الحسنى في كتابه الكريم، أو أسماء الله عز وجل إحصاء وتبويبا وترتيبا وشرحا واستثمارا في الأبعاد التربوية في كتب التفسير أيضا، كما تجدها أيضا في كتب القوم،
لا راتب النابلسي كتابة كتابة يعني للجمهور العريض. الجمهور العريض. أنا عندما الغزالي عنده كتاب بهذا العنوان. مش نقول لك ممكن أهم شخصية في تاريخنا الفكري هو العز. شجرة الأحوال والمع والله من أمتع ما كتب في بابه. وهو يتحدث أيضا عن مقاصد القرآن. مقاصد نبذون في مقاصد القرآن حقيقة يعني يذهب بك إلى يعني مقارنة بالاهتمام التفصيلي بالتفسير يذهب بك إلى كبد إلى لب لباب ما هو بصدده من أبعاد تربوية. الشجرة والنبذ من أمتع ما كتب في بابه أكاد أقول أنه لا مثيل له. ويوجد عند الإمام الشاطبي إشارات حقيقة تستفيد منها بشكل شخصيتان مميزتان في تاريخنا الفكري. هذا فقط لكي أشير إلى المضان التي يمكن أن تستفيد منها الأخ. الإمام الغزالي في كتابه لشرح أسماء الله الحسنى يذكر عندما يتحدث عن كل اسم من الأسماء في الأخير يقول وللإنسان حقها التربة لا وللإنسان حظ في هذا الاسم كذا كذا. نعم هذه بالنسبة للبداية. ثالثا تجليات مصطلح تجاذبته تحتاج أن تحرره عند الأستاذ. ما المراد بالتجليات عند الأستاذ؟ تلاحظ بأن التجليات حضور، فلكل متلق للخطاب الإلهي حظ من التجليات، وتتجلى لك الأسماء بحسب مستوياتك المعرفية. بمعنى ترى من الاسم بقدر تدقيقك في المعرفة. اسم الله الحكيم، ما في أي واحد يقول أنا لا أرى، لكن قد يرى في الدليل الواحد ألف دليل ما يراه الآخر دليلا واحدا يرى فيه الآخر ألف دليل. بمعنى التجليات لابد من تحرير مصطلح التجلي وربطه بالمستويات المعرفية، مستويات المتلقي. لهذا إذا كان مستوى عالي جدا التجليات عنده تكاد أن تكون نفسية، يعني كلما أجال النظر رأى تجلي اسم الله الحكيم. حيثما أجال النظر يجد بأن هذا يتجلى له. لهذا يحتاج إلى التحرير وربطه بالمعرفة. الأمر الآخر يعني ربط هذا الموضوع بإشكالية الإحصاء يبدو لي بعيد. من أحصاها لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما المراد بالإحصاء؟ والأستاذ يتحدث عن أمر آخر يعني، وخرجنا من هذا تماما. الأصل أن تقولي ترطي الأستاذ استعمل تجليات وتجليات وبعام. ما المراد بالتجليات؟ هذا هو إشكال الموضوع كنتي. أما ربطه بقضية الإحصاء فيبدو لي مستبعدة. والأستاذ عبد الكريم حفظه الله حقيقة تحدث على الاستقراء، وما دام الكتاب محدد البداية ومحدد النهاية فيعني قابل حتى الاستقراء التام. ولكن أنا أحبذ أن تبدأي بما كتب باللسان العربي، وفي كنفه تجمع سائر ما ورد في سائر الكتب، يعني الكلمات والمكتوبات وشعاعات واللمعات. هذه يجب أن تبدأي بما كتب بالعربية ترتبيه بشكل جيد، وفي ضوئه تجمعي ما ورد في الكتب الأخرى. الصيقل بعضه بالعربية، لكن أول ما تبدأي بكتب خاصة. وهو الأستاذ يقول فسيلة رسائل النور وكتاب المثنوي، وأنا وكل إخواني يعرفوا هذا، دائما أركز على المثنوي بوصفه أصل الأصيل للرسائل. وكل من استوعب المثنوي يستدرك حتى على الترجمة، يستدرك حتى على المتداول بين طلبة النور. لهذا دائما قل طلبة ركزوا على دراسة المثنوي، ركزوا على دراسة المثنوي. أيضا
يعني الأستاذ عندما ترك يعني يعني تنظرين فيما كتب ستلاحظين بأنه يريد المعايشة، نعم، العيش في الكنف، في كنف أسماء التجليات، والعيش في كنفه وتذكر مستمر يطرد الغفلة، طارد للغفلة. هذا الذي تذكر، إذن الأسماء بها يذكر، لكن ليس الغرض أن تذكر، الغرض أن تتذكر. فإذا كان الغرض أن تتذكر كنت وسيلة للتذكير، أي تذكير الآخرين بما بحالك الذي أنت عليه، فستكون من المذكورين عند الناس وقبل ذلك عند الله. ولو ضمنت هذا لكان الانخراط في تجلية الإسماء انخراطا تربويا، يعني يطلب أو يعني يكون مسكونا بتطلب ثمرته على مستوى التصورات. هنا أعود مرة أخرى إلى التصور، إلى رؤية للكون والحياة، ثم على مستوى آخر اللي هو مستوى التصرفات. لهذا هنا فيه تذكر فذكر فتذكير فذكر عند الله سبحانه وتعالى، يعني يمر عبر هذه المراحل. ما لم تتبنى هذا يصبح ذكرها ذكرا فكرولوجيا ذهنيا صرفا، يعني واحد يمكن أن يتباهى بها في المجالس، يذكر على ملأ من الناس لينال بها رغيفا أو رغيفا محسنا، أو يترقى فيها بوظيف، أو يترقى بها ذكرا عند الناس لا ذكرا عند الله. فما لم يتذكر بها ويكون ذاكرا لله عز وجل بها، فسيكون هذا بمثابة فتنة الناس عن إمكان ملاحظة التجليات. لهذا ملاحظة التجليات هي أن تتجلى في الذاكر، في الذاكر، أن تتجلى في الذاكر ذكرا عمليا. لأن ذكر الله عز وجل في الوالدين شو هو؟ ذكر الله في المال ما هو؟ ذكر الله في الصحة ما هو؟ ذكرها هو الجوانب العملية المتعلقة بالأمر والنهي المتعلق بذلك الممنوح. لهذا الذكر ليست حالة لسانية وليست حالة قلبية جافة، هي حالة نفسية. شو معنى الحالة النفسية؟ يعني تستغرق الأنفاس. فإذا استغرقت الأنفاس كانت هي ذكرك في السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وذكرك في النوم، وذكرك في الصحو. يعني لو حاولت أن تخرج عن الذكر ما طاوعتك ملكاتك. ليش؟ لأنك قد انخرطت في مسار الذكر الذي مبناه التجلي، أي ملاحظات التجلي. لهذا ماذا يفرض؟ يفرض التركيز كثيرا عن الأبعاد الوظيفية والآثار التربوية والحاجات المعرفية الواسعة للتوسع في التجليات. عرفت فالزم، يعني عندما يعرف الإنسان يلزم، لكن متى يلزم؟ إذا كان لاحظ التجليات ملاحظة قلبية مش ملاحظة عقلية. ونحن عندما نتحرك في شعاب الحياة نتحرك بالمرجعية الحقيقية التي تحكم تصورنا وتصرفاتنا. هل المرجعية هي معارف عقلية أم معارف قلبية؟ يجي عبر عقلي 100 معلومة، كم يهبط من عقلي القلبي؟ الذي ينزل إلى القلب هو الحاكم، هو المرجع. التجليات إذا عرفتها ذهنا ولم ينزل منها شيء إلى لينطبع في الضمير ويحكم في المصير، فكرولوجيا هذه، هذه ليست لا من الذكر ولا من التجلي، تجليات عقلية لكنها ليست تجليات قلبية. لهذا عندما نمررها عبر المصافي ما استقر منها في القلب كان حاكما ومحكما وضابطا في التصرف في الإقبال والإدبار، حكمته في الأنفاس. هذه ملاحظات عامة آمل أن تنتفع بها الطالبة أو الباحثة الدكتورة، أولا لكتابة مقال
لأن في المقال تدريب، ثم توسع هذا المقال ليكون كتابا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والكلمة لها أولا وآخرا. فضل. بارك الله فيكم وجزاكم الله عني كل خير. لا أكاد يعني لا أستطيع وصفها يعني ما أشعر به، يعني حقيقة نلت ما كنت أحلم به، ويعني ترسخت في ذهني الكثير من الأفكار التي لم أستطع الوصول إليها إلا بعد هذا الحديث. وأعد نفسي وأعدكم بأن أبدأ هذا المقال مباشرة بعد رجوعي إلى بيتي، ثم أعرضه على حضراتكم بإذن الله في الإيميل بعد ذلك. أنا أنتظر أن أنشره في العدد القادم للمجلة بإذن الله. ولكن أقول لك إن لم يشغلك الموضوع من الآن وانتظرت إلى أن تصل إلى البيت، معنى أخاف أن يأكلك الزيت. ربما تخونني العبارات ولا أحسد على هذا الموقف، لأنني بجانب قدوتي وأستاذي ومعلمي، ويعني حين أراه في أي مقام يعني تسحرني كلماته وعباراته وفكره، وجزاكم الله خيرا أنتم كذلك. يعني هذه المجالس ولله الحمد يعني من علي الله بفضله العظيم، وجزاكم الله عني كل خير. بارك الله فيك، نفع الله بك. آمين. آمين. ووفقك في البذل منتهى البذل في القلعة. آمين. التي ترابطين فيها. آمين. آمين. إن شاء الله. آمين. آمين. إن شاء الله. آمين. بارك الله فيكم.